هنالك إحصائية تقول أن عدد الأشخاص الذين يذهبون ضحايا حوادث السير في العراق بسبب الطرق غير المعبدة الآن أكثر من عدد ضحايا الضحايا من العراقيين بسبب الإرهاب. يعني هذه أيضا لا أستاذ أنس، خلينا أكون أكثرية. اليوم ما يمر به الساسة وما يعني من حوادث وغيرها هو نتيجة فشلهم طيلة 17-18 سنة. هذا نتيجة الفشل. اليوم العراقيين بالمئات يوميا يذهبون ضحايا هذه الطرق غير المعبدة وعدم وجود يعني طرق سلامة وغيرها من الأمور، هو نتيجة الفشل. ولا بالله عليك، اليوم احنا بالقرن 21 واليوم العراق بسنة 2022 وما عنده طريق معبد، واحنا أول الطرق بالمنطقة كانت بالعراق. لا بل مو بالعراق، اليوم السومريين كان عندهم طريق معبد، السومريين عندهم طريق معبد. اليوم انت اليوم ما عندك طريق يربط بغداد بالمحافظات. لذلك انا اقول اليوم من سقى كأس الامس للمواطن اليوم يسقى به. هذه الطرق هي نتيجة الفشل، وانا لا اسميها اغتيال سياسي، واستبعد هذا الموضوع على اعتبار ان من يذهب نتيجة هذه الحوادث هم اكثر الناس حيطة امنيا، واستبعد تماما موضوع الاغتيال السياسي بهذه الشخصيات والرموز الموجودة. لذلك انا اعتقد هو نتيجة فشل طيلة 17 سنة 18 سنة وصل الى هذا الحال ان يذهبوا يعني ضحايا لهذه الطرق الغير معبدة على اعتبار انهم لم يكونوا ملمين ولم يكونوا مؤهلين ان يقودوا بلد مثل العراق. نعم،